بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. التعليق على شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز. الدرس 25. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما الآية الثانية فالاستدلال بها على الرؤية من وجه حسن لطيف، وهو أن الله تعالى إنما ذكرها في سياق التمدح، ومعلوم أن المدح إنما يكون بالصفات الثبوتية، وأما العدم المحض فليس بكمال فلا يمدح به، وإنما يمدح الرب تعالى بالنفي إذا تضمن أمرا وجوديا، كمدحه بنفي السنة والنوم المتضمن كمال القيومية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله جل وعلا يوصف بالنفي والإثبات، نفي النقائص والعيوب وإثبات الكمالات والجمال. هذا هو المنهج الرباني، النفي والإثبات للقرآن. والنفي المحض لا مدح فيه، إنما النفي الذي يتضمن كمالا، هذا هو الذي يوصف الله جل وعلا به، النفي الذي يتضمن كمالا، مثل قوله لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا يتضمن كمال قيوميته سبحانه وتعالى، فهو حي قيوم، حي لا يموت، قيوم لا ينام سبحانه وتعالى، لأن النوم صفة نقص، النوم بالنسبة لله صفة نقص، وأما النوم بالنسبة للإنسان فهو صفة كمال. الذي لا ينام هذا يكون مريضا أو به آفة، ففيه فرق بين النفي في حق الله والنفي في حق المخلوق. نعم. ونفي الموت المتضمن كمال الحياة. نفي الموت، نعم، عن الله جل وعلا يتضمن كمال الحياة، توكل على الحي الذي لا يموت، فأثبت لنفسه الحياة ونفى عن نفسه الموت، لأن الحياة صفة كمال والموت صفة نقص. نعم. ونفي اللغوب والإعياء المتضمن كمال القدرة. ونفي اللغوب وهو التعب، والإعياء وهو التعب، نفى عن نفسه هاتين الصفتين، وما مسنا من لغوب يعني تعب، والإعياء ولم يعي بخلقهن، ولم يعي يعني يتعب في خلق السماوات والأرض، وذلك لكمال حياته وقيوميته سبحانه وتعالى. نعم. ونفي الشريك والصاحبة والولد والظهير المتضمن كمال ربوبيته وإلهيته وقهره. ونفي الشريك عن الله لا شريك له، نفي الشريك يتضمن كمال قيوميته، وأنه سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى شريك ولا إلى معين، بل هو قادر سبحانه وتعالى،
قدرة تامة. نعم. والصاحبة. الصاحبة وهي الزوجة، لأن الله جل وعلا نفى عن نفسه الصاحبة، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، يعني زوجة. الولد لا يكون إلا من زوجة، والله منزه عن ذلك لكماله سبحانه وتعالى، وأن أحدا لا يشبهه. الولد شبيه بالوالد، والله لا شبيه له. الولد بضع من الوالد، الله جل وعلا ليس له بضع من خلقه. نعم. ونفي الشريك والصاحبة والولد والظهير. والظهير يعني المعين، ليس بحاجة إلى معين لأنه قادر على كل شيء. نعم. ونفي الشريك والصاحبة والولد والظهير المتضمن كمال ربوبيته وإلهيته وقهره. نعم. ونفي الأكل والشرب المتضمن كمال صمديته وغناه. نعم. ونفي الأكل والشرب، الله لا يوصف بالأكل ولا بالشرب، وهو يطعم ولا يطعم، ولا يطعم سبحانه وتعالى لأنه غني عن الأكل، إنما يحتاج إلى الأكل المخلوق. والشرب كذلك، الله جل وعلا غني عن الشرب، فإنما المحتاج إلى الشرب هو المخلوق الذي يظمأ إذا لم يشرب. نعم. ونفي الأكل والشرب المتضمن كمال صمديته وغناه. نعم. ونفي الشفاعة عند تفسير الصمد، الصمد الذي لا جوف له، والصمد الذي لا يأكل ولا يشرب. نعم. ونفي الشفاعة عنده إلا بإذنه، الصمد الذي تصمد الخلائق إليه بحوائجها، أي تقصده. نعم. ونفي الشفاعة عنده إلا بإذنه المتضمن كمال توحده وغناه عن خلقه. نعم. والشفاعة ما تكون إلا بشرطين عند الله. الشرط الأول إذنه للشافع، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الشرط الثاني رضاه عن المشفوع فيه، قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. أما المخلوق فإنه يحتاج إلى الناس، ولذلك يقبل شفاعة الشافعين لأنه بحاجة إلى الأعوان وبحاجة، لو رد شفاعتهم ما أتوا عنده ولا أعانوه على مهماته، وبحاجة إلى الشفعاء ويشفعون عنده ولو لم يأذن ولو لم يرضى، يضطر إلى قبول الشفاعة. نعم. ونفي الظلم المتضمن كمال عدله وعلمه وغناه. ولا يظلم ربك أحدا وما ربك بظلام للعبيد، فنفى عن نفسه الظلم لكمال عدله سبحانه وتعالى. نعم. ونفي الظلم المتضمن كمال عدله وعلمه وغناه. نعم. ونفي النسيان وعزوب الشيء عن علمه المتضمن كمال علمه وإحاطته. نعم. في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، فنفى عن نفسه النسيان الذي هو الذهول وذهاب الذاكرة بالنسبة للمخلوق، نفى عن نفسه ذلك. كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. أما قوله تعالى نسوا الله فنسيهم، فمعناه ترك، معنى النسيان هنا الترك، أي تركهم في العذاب. نسوا الله فنسيهم يعني تركهم في العذاب، النسيان هنا معناه الترك. نعم. ونفي المثل المتضمن لكمال ذاته وصفاته. نفي المثلية، ليس كمثله
شيء، أو السميع البصير لكماله سبحانه وتعالى وانفراده بالكمال الذي لا يشاركه فيه أحد. نعم. ولهذا لم يتمدح بعدم محض لا يتضمن أمرا ثبوتيا. نعم، لا، ليس في صفات الله نفي محض، وإنما كل النفي الذي في صفاته يتضمن الكمال، نفي يتضمن الكمال في حقه سبحانه وتعالى. نعم. ولهذا لم يتمدح بعدم محض لا يتضمن أمرا ثبوتيا، فإن المعدوم يشارك الموصوف في ذلك العدم. نعم. ولا يوصف الكامل بأمر يشترك هو المعدوم فيه، فإذا المعنى أنه يرى ولا يدرك ولا يحاط به، فقوله لا تدركه الأبصار يدل على كمال عظمته. نعم، قوله ثبوت الرؤية أن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، كما يرون القمر ليلة البدر، كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، لا يتضامون في رؤيته أو لا يضامون في رؤيته سبحانه وتعالى، بل كل يراه بدون مزاحمة لرؤيته، لأنه سبحانه يتجلى لعباده، يتجلى لعباده المؤمنين ويرونه بأبصارهم، ولكن لا يحيطون به، يرونه من غير إحاطة لعظمته سبحانه وتعالى. وأنت ترى الشمس، تراها لكن لا تحيط بها، ما تستطيع أن تحيط بالشمس، يعني تعرف حدودها. وإذا كان هذا في المخلوق تراه ولا تحيط به، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ نعم. فإذا المعنى أنه يرى ولا يدرك ولا يحاط به، فقوله لا تدركه الأبصار يدل على كمال عظمته وأنه أكبر من كل شيء. لا تدركه الأبصار بمعنى لا تحيط به، وليس معنى لا تراه الأبصار، تراه الأبصار ولكن لا تحيط به في حدوده سبحانه وتعالى. نعم. فقوله لا تدركه الأبصار يدل على كمال عظمته وأنه أكبر من كل شيء، وأنه لكمال عظمته لا يدرك بحيث يحاط به، فإن الإدراك هو الإحاطة بالشيء. ليس بين قوله تعالى لا تدركه الأبصار وبين ثبوت رؤيته بالأبصار لا تنافي في ذلك، فالأبصار تدركه بمعنى أنها تراه ولكنها لا تحيط به. والمثل كما في الشمس، أنت تراها ولا تحيط بها ولا تستطيع أن تحيط بالشمس. نعم. فإن الإدراك هو الإحاطة بالشيء وهو قدر زائد على الرؤية. نعم. كما قال تعالى فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين، فلم ينفي موسى عليه السلام الرؤية وإنما نفى الإدراك. نعم. لما تراء الجمعان، قوم فرعون وقوم موسى عند البحر، قالوا إنا لمدركون، البحر أمامنا والعدو وراءنا، قال عليه الصلاة والسلام كلا لسنا مدركين، كلا إن معي ربي سيهدين، فأوحى الله إليها نضرب بعصاك البحر، فانفلق ودخل المسلمون على يبس، حتى اجتازوا البحر يابسا،
كأنه الجبال. فلما ودخل في أثرهم فرعون وقومه، فلما تكامل موسى وقومه خارجين وتكامل فرعون ومن معه داخلين بالبحر، أطبقه الله عليهم وأغرقهم وعاد البحر كما كان ماء. نعم، كما قال تعالى: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فلم ينف موسى عليه السلام الرؤية، وإنما نفى الإدراك. فالرؤية والإدراك كل منهما يوجد مع الآخر وبدونه. فالرب سبحانه وتعالى يرى ولا يدرك، كما يعلم ولا يعني كما قال لا تدركه الأبصار، لا تدركه الأبصار، مع أنه أثبت لعباده المؤمنين أنهم يرونه. فلا يلزم من رؤية الشيء أن تدركه وتحيط به. نعم، فالرب تبارك وتعالى يرى ولا يدرك، كما يعلم ولا يحاط به علما، ولا يحيطون به علما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. فالله جل وعلا لا يعلم عظمته وشأنه سبحانه وتعالى، وإن كان يعلم وجوده سبحانه وقدرته. نعم، وهذا هو الذي فهمه الصحابة والأئمة من الآية، كما ذكرت أقوالهم في تفسير الآية: بل هذه الشمس المخلوقة لا يتمكن رأيها من إدراكها على ما هي عليه. نعم، الشمس تراها أنت لكنك لا تدركها، بمعنى لا تحيط بها، حدودها ما تحيط بها. إذا كان هذا في المخلوق فكيف بالخالق سبحانه وتعالى. نعم، وأما الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم الدالة على الرؤية فمتواترة، رواها أصحاب الصحاح والمساند والسنن نعم، فمنها نعم. وأما الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم الدالة على الرؤية فمتواترة، متواترة. والمتواتر هو ما يرويه جماعة عن مثلهم من بداية السند إلى نهايته، هذا هو المتواتر من الأحاديث، يراه جماعة، يستحيل تواطؤهم على الكذب، عن مثلهم من بداية السند إلى نهايته، هذا هو المتواتر من الأحاديث. نعم، فمتواترة رواها أصحاب الصحاح والمسانيد والسنن. أصحاب الصحاح: صحيح البخاري، صحيح مسلم، صحيح ابن حبان. والمسانيد مثل مسند الإمام أحمد ومسند الشافعي، والمسند معناه أن المحدث يروي كل ما ورد عن الصحابي في مكان واحد، يروي كل ما ورد عن الصحابي في مكان واحد ثم ينتقل إلى الصحابي الآخر، وهكذا، هذا المسند. نعم، فمنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترونه كذلك. الحديث أخرجاه في الصحيحين بطوله. نعم، يرونه ولا يضامون أو لا يتضامون في رؤيته. المخلوق إذا كان بعيدا
الناس يتزاحمون على رؤيته، يتزاحمون على رؤيته. أما الله جل وعلا فكل يراه وهو في مكانه ولا يتزاحمون على رؤيته سبحانه وتعالى. وحديث أبي سعيد الخدري أيضا في الصحيحين نظيره، وحديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14 فقال: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا، لا تضامون في رؤيته. وليس هذا تشبيه للمروي بالمروي، وإنما هو تشبيه للرؤية بالرؤية. نعم، افهم الفرق بينهما. نعم. فقال: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا، لا تضامون في رؤيته. أو لا تضامون، يروى كذا. نعم. الحديث أخرجاه في الصحيحين. وحديث صهيب رضي الله عنه المتقدم رواه مسلم وغيره، وحديث أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب. استقصى الإمام ابن القيم هذه الروايات وتكلم عليها في كتاب هادي الأرواح، هادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، يعني الجنة. نعم. وحديث أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن يروا ربهم تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. أخرجاه في الصحيحين. نعم، الله جل وعلا دونه حجاب، ما يراه، ما يستطيعون الناس رؤية الله سبحانه وتعالى إلا إذا كشف الحجاب لعباده ليروه. وحجابه النور، حجابه سبحانه النور. ولهذا قيل للنبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به وعرج به إلى السماء، قالوا له: هل رأيت ربك؟ قال: نور أن أراه، يعني لا أستطيع أن أراه من النور الحجاب. نعم. ومن حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه: وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له، فليقولن: ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك؟ فيقول: بلى يا رب. فيقول: ألم أعطك مالا وأفضل عليك؟ فيقول: بلى يا رب. الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. نعم، الله يحاسب عباده يوم القيامة بأن يسألهم عما أنعم به عليهم، فيعترفون بذلك لله عز وجل. نعم. وقد روى أحاديث الرؤية نحو 30 صحابيا، ومن أحاط الرؤية، رؤية العباد لله، رؤية العباد لله سبحانه وتعالى رواها. وقد روى أحاديث الرؤية نحو 30 صحابيا، فهي متواترة. نعم. ومن أحاط بها معرفة يقطع بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قالها، ما في شك. ولولا تواترت، تواتر يقتضي اليقين بأن الرسول قالها وتكلم بها. نعم. ولولا أني التزمت الاختصار لسقت ما في الباب من الأحاديث، يقول ابن أبي العز رحمه الله. نعم. ولولا أني التزمت الاختصار لسقت ما في الباب من الأحاديث، ومن أراد الوقوف عليها فليواظب سماع الأحاديث النبوية، فإن فيها مع إثبات الرؤية أنه يكلم من شاء إذا شاء، وأنه يأتي الخلق لفصل القضاء يوم القيامة. نعم، من صفاته سبحانه وتعالى
أن المؤمنين يرونه عيانا بأبصارهم، وأنه يكلمهم واحدا واحدا، وأنه يحاسبهم على نعمه وما أمدهم به. نعم، أنه يكلم من شاء إذا شاء، وأنه يأتي الخلق لفصل القضاء يوم القيامة. يكلمهم الله جل وعلا، يتكلم ويقول كما أثبت ذلك لنفسه، وليس كلامه ككلام المخلوقين، وإنما هو كلام يليق بجلاله وعظمته. نعم، وأنه يأتي الخلق لفصل القضاء يوم القيامة. ومن صفاته أنه يأتي إلى العباد يوم القيامة لفصل القضاء بينهم، يأتي ويجيء، وجاء ربك والملك صفا صفا، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، والملائكة يعني وظلل من الملائكة، ظلل من الغمام والملائكة يعني يأتون معه، والملائكة بالرفع عطفا على الجلال، أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة يعني يأتون معه سبحانه وتعالى. نعم، وأنه سبحانه فوق العالم. فوق العالم، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، فهو فوق عرشه، وعرشه فوق سماواته، ومخلوقات عظيمة، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، العرش محيط بالمخلوقات، وهو سقف المخلوقات، ومن فوق العرش بحر، من فوق العرش بحر، ومن فوق العرش ومن فوق البحر الكرسي موضع القدمين، ومن فوق الكرسي عرش الرحمن سبحانه وتعالى، وهو سقف المخلوقات. نعم، وأنه سبحانه يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. ينادي عباده بصوت وحروف، يسمعون كلامه ويخاطبهم سبحانه وتعالى، هذا إثبات الكلام لله أنه يتكلم ويقول. نعم، وأنه يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، وأنه يتجلى على كثرتهم وازدحامهم ينفذهم الصوت من الله جل وعلا، كلهم يسمعونه، ما يحجب سماع كلامه، ما يحجبه البعد. نعم، يسمعه من قرب ومن بعد. نعم، وأنه يتجلى لعباده. يتجلى لعباده يعني يظهر لهم، يتجلى لهم من وراء الحجاب ويرونه. نعم، وأنه سبحانه يضحك. نعم، وأنه سبحانه وتعالى يضحك إلى عباده المؤمنين. نعم، إلى غير ذلك من الصفات التي سماعها على الجهمية بمنزلة الصواعق. الجهمية ينفون صفات الله جل وعلا، ينفون كلامه، وينفون سائر صفاته. أتباع الجهم بن صفوان، أتباع الجهم بن صفوان الترمذي، وبعضهم يقول السمرقندي، وهو خبيث، وهو راو عن طالوت اليهودي، فهو سنده إلى اليهود قبحه الله. نعم، وكيف تعلم أصول الدين؟
وكيف تعلم أصول دين الإسلام من غير كتاب الله وسنة رسوله؟ نعم، أصول الإسلام ما تعلم إلا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا تعلم من الظنون أو من الأوهام أو من تصور الناس، ما تعلم إلا بالوحي، الكتاب والسنة. نعم. وكيف يفسر كتاب الله بغير ما فسره به رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحاب رسوله الذين نزل القرآن بلغتهم؟ ومن ذلك تفسير الرؤية وتفسير المجيء والإتيان وتفسير سائر أسمائه وصفاته التي في القرآن، فسروها وبينوها لأن معناها يعرف، وأما كيفيتها فلا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، لكن المعنى يعرف. نعم. وكيف يفسر كتاب الله بغير ما فسره به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب رسوله الذين نزل القرآن بلغتهم؟ القرآن يفسر بأربع طرق. أولا يفسر القرآن بالقرآن، فإن لم يوجد في القرآن فيفسر بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن لم يوجد في سنة الرسول فيفسر باللغة العربية التي نزل بها. نعم. بغير ما فسره به رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحاب رسوله الذين نزل القرآن بلغتهم. وقد قلنا يفسر القرآن بأربعة أوجه: في القرآن، ثم بالسنة، ثم بأقوال الصحابة الذين تتلمذوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم باللغة العربية التي نزل بها. نعم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. لا يجوز لأحد أن يفسر القرآن برأيه أو بما يظهر له بدون دليل، ما يجوز لأحد أن يفسر القرآن، كلام الله عز وجل ووجوه التفسير كما سمعت: القرآن بالقرآن، القرآن بالسنة، القرآن بلغة العرب التي نزل بها. نعم. وفي رواية: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. لا يجوز للإنسان أن يفسر القرآن برأيه، ما يجوز له، فإن فعل فإنه من أهل النار، يتبوأ مقعده من النار. هذا نهي زاجر أن أحد يقول في القرآن بغير علم وبغير دليل. نعم. وسئل أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن قوله تعالى: وفاكهة وأبا، ما الأب؟ فقال: أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. سئل أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن الأب: وفاكهة وأب، ما معنى الأب؟ لم يكن عنده معرفة بالأب، فقال: أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إذا قلت في القرآن بما لا أعلم. ولكن بعدما دونت كتب اللغة وكتب العربية فهم ولله الحمد. نعم. وليس تشبيه رؤية الله تعالى برؤية الشمس والقمر تشبيها لله، بل هو تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي. ليس هذا تشبيه للمرئي بالمرئي، وإنما هو تشبيه للرؤية بالرؤية. نعم.
إنكم ترون ربكم كما ترون القمر. نعم. بل هو تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرء بالمرء، ولكن فيه دليل على علو الله على خلقه، وإلا فهل تعقل رؤية بلا مقابلة؟ ومن قال يرى لا في جهة فليراجع عقله. يرى لا في، من يقول يرى الله يرى يثبت الرؤية لكن يقول لا في جهة، هذا ما يعقل، إن شيء يرى وهو ليس في جهة. الله يرى في جهة العلو سبحانه وتعالى، ما في شيء يرى وهو ليس له جهة أبدا. نعم. ومن قال يرى لا في جهة فليراجع عقله، فإما أن يكون مكابرا لعقله أو في عقله شيء، وإلا فإذا قال يرى لا أمام الرائي ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا فوقه ولا تحته، رد عليه كل من سمعه بفطرته السليمة. نعم، أنه يرى في جهة وهي العلو، في جهة وهي العلو فوق مخلوقاته، وهو القاهر فوق عباده يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. نعم. ولهذا ألزم المعتزلة من نفى العلو بالذات بنفي الرؤية، وقالوا كيف تعقل رؤية بغير جهة. ولهذا ألزم المعتزلة من نفى العلو بالذات بنفي الرؤية، وقالوا كيف تعقل رؤية بغير جهة. نعم، ما نشي يرى وهو ليس في جهة، ما نشي. نعم. وإنما لم نره في الدنيا لعجز أبصارنا لا لامتناع الرؤية. فهذه لم نرى الله جل وعلا في الدنيا لأننا لا ندركه، لا تدركه الأبصار، لأننا لا ندركه ولا تطيق أبصارنا أن ترى، ضعيفة. أما في الآخرة فإن الله يقوي عباده المؤمنين فيرونه عيانا بأبصارهم. نعم. وإنما لم نره في الدنيا لعجز أبصارنا لا لامتناع الرؤية. فهذه الشمس، انظر إلى الجبل، لما موسى عليه السلام قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، يعني ما تستطيع أن ترى، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، صار الجبل رمل بدل ما هو صلب وحجارة، صار مثل الرمل لعظمة الله سبحانه وتعالى، جعله دكا وخر موسى صعقا، يعني مغشيا عليه. فلما أفاق من الغشي قال سبحانه تبت إليك وأنا أول المؤمنين. وإنما لم نره في الدنيا لعجز أبصارنا لا لامتناع الرؤية. فهذه الشمس إذا حدق الرائي البصر في شعاعها ضعف عن رؤيتها، لا لامتناع في ذات المرئي بل لعجز الرائي. نعم. فإذا كان في الدار الآخرة أكمل الله قوى الآدميين حتى أطاقوا رؤيته. نعم، الآخرة يختلف عن الدنيا، يعطي الله المؤمنين قوة إكراما لهم ليروه سبحانه عيانا بأبصارهم، فتقر أعينهم برؤية ربهم سبحانه، ولا يرون نعيما أعظم من رؤية الله سبحانه وتعالى، أعظم من الجنة وما فيها. نعم. ولهذا لما تجلى الله سبحانه للجبل وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، بأنه لا يراك حي إلا مات، ولا يابس إلا تدهده. ولهذا كان البشر يعجزون عن رؤية الملك في صورته إلا من أيده الله
كما أيد نبينا. نعم، لا يرون الملك من الملائكة على صورته، ما أحد يرى الملك على صورته، وإنما تأتي الملائكة بصور آدميين، تأتي الملائكة بصور آدميين. وكان جبريل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بصورة دحية الكلب، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا كان ما يستطيع الآدمي أن يرى الملك على خلقته وعلى هيئته، فكيف يرى الله سبحانه وتعالى؟ نعم. ولهذا كان البشر يعجزون عن رؤية الملك في صورته إلا من أيده الله كما أيد نبينا عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر. إيه نعم، الملائكة ما يأتون إلا عند قيام الساعة، يراهم الناس عند الدمار، أو عند الدمار إذا أراد الله العقوبة رأوا الملائكة إذا جاءت لأخذهم وعقوبتهم، أما أن يروه في غير ذلك فلا يرونه أبدا، ما يرون الملك إلا بصورة إنسان. نعم. ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر. قال غير واحد من السلف: لا يطيقون أن يروا الملك في صورته، فلو أنزلنا إليه ملكا لجعلناه في صورة بشر، وحينئذ يشتبه عليهم. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. نعم. فلو أنزلنا إليه ملكا لجعلناه في صورة بشر، وحينئذ يشتبه عليهم هل هو بشر أو ملك. ومن تمام نعمة الله علينا أن يبعث فينا رسولا منا. نعم، ولم يبعث لنا ملكا، إنما بعث لنا رسولا من جنسنا من أنفسنا لنطمئن إليه ونأنس به. نعم. وما ألزمهم المعتزلة هذا الإلزام إلا لما وافقوهم على أنه لا داخل العالم ولا خارجه، لكن قول من أثبت موجودا يرى لا في جهة أقرب إلى العقل من قول من أثبت موجودا قائما بنفسه لا يرى ولا في جهة. نعم، هذه أقوال المعتزلة والجهمية. نعم. ويقال لمن قال بنفي الرؤية لانتفاء لازمها وهو الجهة: أتريد بالجهة أمرا وجوديا أو أمرا عدميا؟ فإن أردت بها أمرا وجوديا كان التقدير كل ما ليس في شيء موجود لا يرى، وهذه المقدمة ممنوعة ولا دليل على إثباتها بل هي باطلة، فإن سطح العالم يمكن أن يرى وليس العالم في عالم آخر. وإن أردت بالجهة أمرا عدميا كانت المقدمة الثانية ممنوعة، فلا نسلم أنه ليس في جهة بهذا الاعتبار. وكيف يتكلم في أصول الدين من لا يتلقاه من الكتاب والسنة وإنما يتلقاه من قول فلان؟ نحن نراه في جهة العلو، في جهة وهي العلو فوق عباده. أما من يقول يرى لا في جهة هذا كلام باطل، ما هنا شيء يرى وهو ليس في جهة. نعم. وكيف يتكلم في أصول الدين من لا يتلقاه من الكتاب والسنة وإنما يتلقاه من قول فلان، وإذا زعم أنه يأخذه من كتاب الله لا يتلقى تفسير كتاب الله من أحاديث الرسول ولا ينظر فيها ولا فيما قاله الصحابة والتابعون لهم بإحسان المنقول إلينا عن الثقات النقلة الذين تخيرهم النقاد، فإنهم لم ينقلوا نظم القرآن وحده بل نقلوا نظمه ومعناه. نعم. ولا كانوا يتعلمون القرآن كما يتعلم الصبيان بل يتعلمونه بمعانيه، ومن لا يسلك سبيلهم فإنما يتكلم برأيه. هذا يقول ابن مسعود:
كنا لا نتجاوز 10 آيات حتى نعلم معانيهن والعمل بهن. نعم. ولا كانوا يتعلمون القرآن كما يتعلم الصبيان، بل يتعلمونه بمعانيه، ومن لا يسلك سبيلهم يعني يتعلمونه بتفسيره مع تفسيره. نعم. ومن لا يسلك سبيلهم فإنما يتكلم برأيه، ومن يتكلم برأيه وما يظنه دين الله ولم يتلق ذلك من الكتاب والسنة فهو مأثوم وإن أصاب. أي نعم. ومن يتكلم من قال في القرآن برأيه، الحديث من قال في القرآن برأيه، برأيه من قال في القرآن برأيه وبما لا يعلم فليتبوى مقعده من النار. لا يجوز لأحد يفسر القرآن إلا بدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والقرآن يفسر بالقرآن، هو يفسر بالحديث، ويفسر باللغة التي نزل بها. نعم. ومن يتكلم برأيه وما يظنه دين الله ولم يتلق ذلك من الكتاب والسنة فهو مأثوم وإن أصاب. وإن أصاب وقد أخطأ وإن أصاب. من قال في القرآن برأيه وبما لا يعلم فليتبوى مقعده من النار وأخطأ ولو أصاب، لأنه ما أصاب عن علم وإنما أصاب عن جهل. نعم. ومن أخذ من الكتاب والسنة فهو مأجور وإن أخطأ، لكن إن أصاب يضاعف أجره. نعم، قد يخطئ أيضا لأن الإنسان بشر، ولكنه متأهل للتفسير ومتأهل عنده أهلية، كونه أخطأ فالعصمة إنما تكون لله ولكتابه ولرسوله. نعم. ومن أخذ من الكتاب والسنة فهو مأجور وإن أخطأ، لكن إن أصاب يضاعف أجره. نعم. وقوله وإن أخطأ فله أجر واحد. نعم. وقوله والرؤية حق لأهل الجنة تخصيص. نقف على فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول ما حكم من ينفي رؤية الله عز وجل في الآخرة؟ نعم. ما حكم من ينفي رؤية الله عز وجل في الآخرة؟ إن كان جاهلا فهو مخطئ، وإن كان عالما فهو ضال. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في يوم القيامة الذي يحاسب العباد هل هو الله عز وجل أم ملائكته؟ الله يحاسب والملائكة يحاسبون. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، صحيح أن الله عز وجل يتجلى للناس عامة يوم القيامة ويتجلى لأبي بكر خاصة؟ ما سمعنا هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يرى المؤمنون ربهم مرتين في عرصات القيامة وفي الجنة، وهل هناك فرق بين الرؤيتين؟ ساحات عرصات يعني ساحات القيامة، أرض المحشر يرونه إذا جاء لفصل القضاء بين عباده، ويرونه في الجنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، جاء في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها احتجت على نفي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى ربه بقوله تعالى لا تدركه الأبصار، وقد أشكل علينا أن هذه الآية هي دليل المعتزلة على نفي الرؤية، فما التوجيه في ذلك؟ إيش؟
يقول جاء في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها احتجت على نفي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى ربه، احتجت بقوله تعالى لا تدركه الأبصار. وقد ما بلغ عائشة ما بلغها أنه رأى ربه خيانة. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الذين يفسرون القرآن وآياته بأحداث تحصل حاليا في الوقت المعاصر؟ لا يجوز هذا، يدخلون في الوعيد. من قال في القرآن برأيه وبما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار، ما يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وكذلك يسأل عما يسمى بتفسير الإعجاز القرآني الذي هو منتشر حاليا، هل هو أمر شرعي؟ ما أعرفه، ما أدري عنه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا تضارون في رؤيته؟ ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا تضارون في رؤيته؟ هل هناك فرق بينها وبين قوله لا تضامون في رؤيته؟ لا، ليس بينهما فرق. التضام هذا تضار يحصل منه ضرر، تضام يحصل منه ضرر وزحمة. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول ما حكم استعمال الإسرائيليات أو تفسير الإسرائيليات لتفسير القرآن؟ هذه العلماء فيها كلام، إذا لم تخالف القرآن وثبتت من طريق صحيح فإنها يستأنس بها، لا أنها يفسر بها القرآن، لكن يستأنس بها استئناس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هل يوجد في الزمان المعاصر من يتبنى مذهب الجهمية فينكر الرؤية أو يقول بخلق القرآن؟ كثير، الجهمية والمعتزلة والأشاعرة بالذات والماتريدية عندهم أشياء منها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هل ترجمة معاني القرآن تعتبر تفسيرا للقرآن؟ نعم، هي تفسير القرآن، ترجمة المعاني يعني ترجمة التفسير، ترجمة المعاني يعني ترجمة التفسير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك من يقول بأن التفويض مذهب للسلف، فهل قوله هذا صحيح؟ إيش؟ هناك من يقول بأن التفويض مذهب للسلف. لا عبرة بكلام، تفويض نفوض ما لا نعلمه، نفوض علمه إلى الله سبحانه وتعالى، لابد من التفويض في بعض الأمور. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه لا تدركه الأبصار، هل هي في الدنيا والآخرة أم في الدنيا فقط؟ في الدنيا، هي في الدنيا، لا تدركه الأبصار يعني في الدنيا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول من قال بأن طلب الشفاعة من الأموات ليس بشرك، فهل هذا قول لأهل السنة؟ هذا قول لأهل الباطل. نعم. من قال بأن طلب الشفاعة من الأموات ليس بشرك، هل هذا قول لأهل السنة؟ هذا قول باطل، لا يجوز يطلب من الأموات شيء، لا الشفاعة ولا غيرها، وإنما تطلب الشفاعة من الله، تقول اللهم شفع في رسولك، شفع في عبادك الصالحين، الشفاعة تطلب من الله، هي تطلب من المخلوق. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة قاف في كل خطبة الجمعة؟ لا، يقرأ منها
يقرأ منها في كل خطبة يقرأ جزءا من سورة قاف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة لصلاة العيدين إذا كانت في المسجد، فهل خطبتهما على المنبر من السنة؟ اي نعم، ما يكون خطبة إلا على المنبر، ولا كيف يبلغ الناس؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من حضر الصلاة وكان الإمام في التشهد الأخير، فهل يكون مدركا للجماعة ويتحصل على 27 درجة؟ الصحيح أن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة، ولكن من جاء بعد رفع الإمام من الركعة الأخيرة من الركوع يدخل معه للمتابعة، تحصيل أجر المتابعة فقط لا أجر الجماعة. نعم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أنا مدرس خارج مدينة الرياض مسافة قصر، إذا خرجت من المدرسة فإني أجمع الظهر مع العصر ثم أصل الرياض قبل أذان العصر كل يوم، فأنام ولا أستيقظ إلا مع المغرب، فهل جمعي لصلاة العصر مع الظهر صحيح وأنا أصل قبل أذان العصر كل يوم؟ نعم، جمعك صحيح إن شاء الله، وهو أرفق بك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، تخصيص الصحابي الجليل علي بن أبي طالب رضي الله عنه بقولنا عليه الصلاة والسلام أو قولنا كرم الله وجهه، يقول: هل لذلك سند شرعي؟ لا، يقال له مثل ما يقال لسائر الصحابة رضي الله عنه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: ما يسمى بالأناشيد الدينية، هل سماعها مشروع؟ لا، هذه صوفيات، ما في أناشيد دينية إلا عند الصوفية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: ما الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر بالنسبة للخلود في النار؟ الشرك الأكبر يخلد في النار إذا مات عليه ولم يتب منه، أما الشرك الأصغر فقد يغفره الله سبحانه وتعالى، وإن عذب فإنه لا يخلد في النار. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: عند الدعاء للميت بعد دفنه، هل يشرع رفع اليدين أثناء الدعاء عند القبر؟ اي نعم، يقفون على قبره بعد الدفن ويرفعون أيديهم ويدعون له بالثبات. نعم. ثم يقول حفظك الله ورعاك: عند الدعاء للميت، هل يكون ظهر الداعي إلى القبلة مستقبلا الميت؟ نعم، إذا تمكن يكون مستقبلا القبلة فهو أفضل وأتم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الظهر جهرا في يوم من الأيام ليعلم الصحابة كيفية الصلاة؟ نعم، الرسول علم الصحابة كيف يصلون على المنبر، يصعد عليه وينزل ويركع ويسجد ويقرأ يعلمهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أورد البخاري رحمه الله بابا أو باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصلي بالليل، هل يؤخذ من هذا الحث على صلاة الليل ولو كانت ركعتين؟ الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن فلانا نام كل الليل، قال: ذاك بال الشيطان في أذنه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم أخذ الأجرة على الرقية الشرعية؟ على الرقية الشرعية، أخذ الأجرة. شو الرقية؟ الرقية. الرقية. نعم. لا بأس بذلك،
إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، هذا في الرقية. وقصة الذين رقوا اللدير بقطيع من الغنم وقالوا لا تقسموا حتى تسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألوه فقال اقتسموه واضربوا لي معكم بسهم، وقال إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: إذا وقع الإنسان في اليمين الغموس أو أخذ الرشوة، كيف يتوب من هذين الأمرين؟ يتوب إلى الله من ذلك، والمال الذي أخذه يخرجه أن يعطيه للمحتاجين والمساكين، يتخلص منه، ما هو على أنه صدقة، على أنه تخلص من هذا المال. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: صليت يوما إماما في صلاة الظهر ونسيت التشهد الأول، وبعد أن شرعت في الركعة الثالثة تذكرته فرجعت إلى التشهد. يقول: صليت يوما إماما في صلاة الظهر ونسيت التشهد الأول، وبعد أن شرعت في الركعة الثالثة رجعت تذكرت فرجعت إلى التشهد، بعد أن فرغت من الصلاة قيل لي إن صلاتك باطلة لأنك عدت إلى التشهد بعد أن قمت إلى الركعة، فصلاتي صحيح باطلة؟ لا، ما هي باطلة، لكن أخطأت في هذا، أخطأت في هذا. إذا اعتمدت قائما شرعت في الركن المستقبل فلا ترجع من ركن إلى واجب، لأن التشهد الأول واجب، فلا تترك الركن الذي شرعت به وترجع إلى واجب، هذا خطأ، صلاتك صحيحة إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا دخل رجل المسجد وهو صائم فأذن المؤذن، فهل يصلي تحية المسجد أو أن له أن يجلس لأكل شيء من الطعام قبل الصلاة؟ إيه نعم، يفطر أولا ثم يصلي، يقوم ويصلي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم الإقراض بعملة ثم إرجاعها بعملة أخرى؟ هذا صرف، هذا صرف، يجوز هذا من باب الصرف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: إذا قال الرجل لأخيه: إنني قد طلقت زوجتي، وهو لم يطلقها وهو باق معها، فهل يقع هذا الطلاق؟ هذا عند القاضي، تراجع فيه القاضي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا فاتت الجماعة الأولى وتيقن أنه لو ذهب إلى المسجد لوجد جماعة أخرى، إذا فاتت الإنسان الجماعة الأولى وتيقن أنه لو ذهب إلى المسجد لوجد جماعة أخرى، هل يجب عليه أن يذهب إلى المسجد؟ نعم، يجب عليه، لأجل يصلي جماعة، صلاة الجماعة واجبة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: إذا أراد الإنسان أن يحرم بحج أو عمرة، فهل هناك ركعتان يصليهما عند الإحرام؟ لم يثبت هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن للإحرام صلاة تخصه، ولكن إذا أحرم بعد الفريضة فهذا أولى، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، إذا يحرم بعد فريضة. نعم، هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هل يعد من الحنابلة أم أنه مجتهد مطلق؟ لا، ليس مجتهدا مطلقا، بل هو حنبلي، حنبلي المذهب، وإن كان يرجح بعض المسائل لكنه حنبلي.
ولما قيل له يعني قيل له لماذا أن تنتسب إلى مذهب أحمد وأنت عندك من العلم، قال ما أنا إلا قطرة من علم الإمام أحمد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به. يقول هل هذا العلم خاص بالعلم الشرعي أو يشمل علم شؤون الدنيا؟ إذا أطلق العلم فيراد به العلم الشرعي، أما علم الدنيا هذا مباح، هذا مباح. نعم. فضيلة الشيخ، ما فيه أجر ولا فيه مباح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هل يمكن أن نتعلم أصول الدين عن طريق الكتاب والسنة فقط دون رجوع إلى أقوال العلماء؟ أنت مبتدئ يا أخي، كيف تبي تأخذ من الكتاب والسنة وأنت عامي جاهل؟ خذ على مذهب من المذاهب الأربعة، وإذا تمكنت من العلم فإنك تأخذ بما يترجح لديك. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول ما يسمى بالفراسة هل هو داخل في ادعاء علم الغيب؟ لا، ما هو داخل، إن في ذلك لآيات للمتوسمين. هذه الفراسة توسم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هناك شخص يقوم بسب الدين ويتكرر منه ذلك، ما الطريق الشرعي للتعامل معه، وهل يجوز الاعتداء عليه؟ هذا كما ذكرتم في جواب سابق مثل هذا السؤال، قلنا ينصح بترك هذا الشيء ويوعظ ويخوف بالله، فإن تاب تاب الله عليه، وإن استمر فلا بد أن يبلغ عنه، يبلغ عنه السلطة، يأخذ على يده. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هل يجوز للرجل أن يتختم بخاتم الفضة أم أن هذا خاص بالنساء؟ ما يجوز الفضة؟ نعم الفضة يجوز، يجوز اتخاذ الخاتم منها، يجوز اتخاذ الخاتم من الفضة للرجل. نعم. انتهى وفقكم. أما الذهب فلا يجوز. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.